مشاهدينا خلينا نذهب إلى وقفتنا الثانية مع المراسلين، وهذه المرة من تركيا. وخلاف وتوتر بين تركيا وألمانيا بسبب طبق دونر الكباب، أكيد القصة مع الزميل زيدان. يسعد صباحك زيدان، وما هي التفاصيل؟ صباح الخير ريم. طبعا موضوع الدونر وتسجيل الدونر كمنتج تقليدي تركي أثار الخلاف ليس فقط بين تركيا وألمانيا، إنما أيضا مع اليونان التي أيضا كانت تنافس تركيا في الماضي في تسجيل بعض الأطباق التقليدية. لذلك لم يكن مستغربا حقيقة ريم أن يتجدد هذا الخلاف مع الدونر، لكن ما هو مستغرب أكثر أن يتجدد مع ألمانيا بشكل كبير. لكن يعني إذا نظرنا إلى خفايا هذا الصراع أو خبايا هذه المشكلة، ربما يعزوها البعض إلى أسباب اقتصادية بحتة، كون أن الدونر مبيعات الدونر السنوية في أوروبا تقريبا تتجاوز 2.6 مليار يورو. بالتالي تسجيل تركيا للدونر كطبق تقليدي تركي بالمواصفات التي يريدها الأتراك، هذا سيلغي الكثير من الوجبات أو الطرق التي كانت بعض المطابخ الأوروبية تعيد إنتاج الدونر بها، وبالتالي الاحتكام فقط إلى المنتج الأصلي الذي تم تسجيله باسم تركيا وهو الدونر التقليدي. هذا سيجعل كثير من المطاعم تخسر الكثير من الأموال والزبائن أيضا. بالتالي هذا يعني ربما هذا أحد أوجه الخلاف. طبعا تركيا يعني تستند إلى طلبها في لدى الأوروبيين بأنها هي من ابتكرت هذا الطبق، بعض قدمت وثائق تاريخية تعود إلى عام 1546 أو 48 تقريبا، أيضا تستند إلى شهادات مؤرخين تعود إلى القرن 19. هذا الطبق انطلق من بورصة كما تقول بعض المصادر التركية، لكن بالعموم هو يعني كما هو متداول هو طبق تركي. المهاجرين الأتراك نقلوا هذا الطبق إلى بعض الدول الأوروبية. مظبوط. طيب وأيضا الموضوع الثاني، وأزياء البعثة التركية في أولمبياد باريس تثير ردود فعل مختلفة، البعض يشبهها بالبيجامات، أدينا التفاصيل يا زيدان. نعم، موضوع أزياء البعثة الأولمبية التركية أثارت الكثير من الجدل في وسائل التواصل الاجتماعي. بدأ هذا الجدل مع نهاية حفل افتتاح أولمبياد باريس. طبعا البعض وصفها بالبيجامات، وبعض آخر وصف الألوان بأنها غير مناسبة ولا تتناسب مع التراث التركي أو أي علامة من علامات الثقافة التركية. طبعا كان هناك انتقادات كبيرة، حتى بعض خبراء الموضة ولتصميم الأزياء تحدثوا عن هذه الأزياء بشكل سيء وبشكل انتقاد كبير وجه لهذا لمصممي أزياء البعثة الأولمبية خصوصا، وكثير من التغريدات كانت تشير أن الأولمبياد يقام في باريس عاصمة الموضة والأناقة، بالتالي كان يجب أن يكون هناك اهتمام أكثر بأزياء البعثة الأولمبية. طبعا مصممو الأزياء برروا هذه الموضوع وقالوا أن هناك طبعا تتناسب بشكل أو بآخر مع التراث التركي، فيها بعض العلامات، لكن لم يعني حتى هذه التبريرات لم تكن كافية لوأد نار الانتقادات التي كانت تتسع بشكل كبير بعد حفل الافتتاح في باريس. يعني لا شيء يوجد أكثر جدلا من حفل افتتاح أولمبياد باريس في اعتقادي. أشكرك زيدان لوجودك معنا في هذا الصباح.